وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اضطر إلى مقاطعة كلمته خلال افتتاحه مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية. جاء ذلك بعد قيام أحد الأعضاء المشاركين في المؤتمر بالهتاف لروسيا وصداقتها مع سوريا، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المعارضين السوريين المشاركين في المؤتمر، وردوا على هذه الشعارات على نحو مختلف كليا، ما دعا لافروف إلى التدخل لإسكات الحاضرين.